مطاعم تقليدية تتنافس جميعها بعرض الأكل الساخن وما يدفئ البطن، تجلب زبائن من مختلف الشرائح والأعمار. أزفيتي والدوبارا طبقان تقليديان يزيد عليهما الطلب مع موجة البرد. هنا في الجلفة عنده إقبال كبير، شعب الجلفة كل يحب الزفيتي، خاصة في الأجواء الباردة. كل ما يبرد الجو كل ما الناس تحب تاكل الزبيط. احنا الحمد لله عندنا في هذا المجال 15 سنه، انا من 2004 الحمد لله، والحمد لله الناس قاع تعرفنا وقاع الناس تقصدنا، جميع فئات المجتمع قاع الناس تشتي هذه الاكله، وكل واحد كيفاش يشتي ياكلها. الاكلات الساخنه والحاره فرضت نفسها في ظل موجه البرد التي تعرفها منطقه الجلفه كما مناطق اخرى، بالنظر لاحتوائها على كم كبير من التوابل النافعه لمقاومه البرد. هنا في منطقة جلفة نستهلكوا الأكلات الشخشوخة اللي هي أكلة تقليدية، في فصل الشتاء ناكلوها بكثرة هنا في ولاية جلفة. مؤخرا دارت رواج كبير في ولاية الجلفة، وهي مليحة في سورتو في فصل الشتاء. نفضل دوبارا على الزفيتي، هما كيف كيف الحالتين، كل واحد يمشي واش يحب. الأكلة المحببة في فصل الشتاء. فصل الشتاء نروحوا نهربوا للحاجة الحارة كما الزفيتي شخشوخة. مطاعم تغرف بالخيم تسحر زبائنها بديكورها التقليدي، يتوافد عليها خلال هذه الأيام كثيرون هربا من البرد القارس، وباتت تجارتها مزدهرة في ولاية الجلفة، وأسعارها المعقولة زادت في استقطاب متذوقي الأكل التقليدي.